أنباء عن خروج مسلحي تنظيم داعش من مدينة الرقة واستسلامهم لقوات سوريا الديمقراطية. ترامب يعلن عقوبات قاسية ضد الحرس الثوري الإيراني، وروحاني يؤكد التزام بلاده بالاتفاق. أكثر من 500 مدرسة تعرضت لهجمات في العالم في الأشهر الست الأخيرة. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة أخبار اليوم. أفادت وحدات الحماية الكردية لوكالة رويترز السبت بأن تنظيم داعش على وشك الهزيمة في الرقة، ومن الممكن استعادة المدينة كليا اليوم أو غدا. وكانت مصادر ميدانية مساء الجمعة أكدت بدء خروج مسلحي تنظيم داعش من مدينة الرقة السورية. من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن استسلام عناصر التنظيم جاء نتيجة التوصل لاتفاق بين التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية من طرف، وداعش من طرف آخر، قضى بخروج المتبقين من المتطرفين من مدينة الرقة. وكانت المصادر قالت في وقت سابق إن 12 حافلة دخلت إلى حي حاوي الهوى غرب المدينة، وإن وصول الحافلات مستمر لإخراج المسلحين من الرقة باتجاه ريف دير الزور الشرقي. أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الجمعة أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة سيقبل باستسلام عناصر تنظيم داعش في الرقة بشمال سوريا. وقدر التحالف الدولي في تقرير الخميس أن نحو 4000 مدني ما زالوا موجودين في الرقة، ومعظمهم محتجزون كدروع بشرية من قبل 300 إلى 400 مقاتل من تنظيم داعش. مع تضييق الخناق على تنظيم داعش في مدينة الرقة، تحاول قوات سوريا الديمقراطية إنقاذ أكبر عدد من المدنيين المحتجزين داخل المدينة فيما يسمى بالمربع الأمني الذي يتحصن فيه مسلحوه، حيث يتم تهديدهم بالقتل، تزرع الألغام في الطرقات لمنعهم من الخروج واستخدامهم دروعا بشرية. مراسلتنا روناك شيخي التقت بمدنيين هاربين من مناطق احتلال داعش في الرقة ووفتنا بالتقرير التالي. سيارات محملة بعشرات المدنيين المحررين من قبضة تنظيم داعش تعبر الشوارع بسرعة كبيرة متجهة إلى الأحياء الآمنة من مدينة الرقة. لشدة فرحها بالتحرر من داعش تبكي نجاح، إذ عبرت وأسرتها مناطق الخطر وراحت تحدثنا عن هول ما عانته قبل عبورها إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية. قوات سوريا الديمقراطي سووا هدنة مع الدواشة، كيفنا، ردنا نطلع مسكونا العجم بالسلاح، إذا تطلعوا على الكفرة أنتم مسكوا جوزي يدير الشو، مسكوا أولادي. هاي بنتي تعي، شو قالوا لك؟ أقسم بالله أحط طلقة براسي أولادك واحد واحد من واحد الواحد. لم تنتظر كثيرا حتى خلعت سواد التنظيم ونفضت عنها قوانينه الجائرة، فقد بقيت السيدة المسيحية روزا مع زوجها محتجزة لدى داعش حتى تم تحريرهم على يد قوات سوريا الديمقراطية. داعش حرق لنا البيت، سرق لنا السيارة، حرقوها قدام عيننا، ما خلونا شيء، لا بخلونا نطلع، وإذا طلعنا بيضربوا نار، بيطلقوا نار علينا، وانا وجوزي لحالنا بهالبيت. طيب بدنا نطلع يا اخي، انتم ما بدكم تطلعوا، بدكم تقاتلوا، ضلوا تقاتلوا، موتوا ان شاء الله، الله لا يعينكم. كثيرون من هؤلاء فقدوا الامل بالخلاص من داعش. احمد كان احد المحتجزين داخل المربع الامني الذي يتحصن بداخله التنظيم، واستطاع النجاه بصعوبه. على اطراف يعني المربع، نحن فينا نقول المربع امني، يعني المنطقه اللي هم مسيطرين عليها ناريا او كمسلحين، انه هي المنطقه حاطين عليها قناصين بالليل وبالنهار، بتناوبوا ورديات يعني بالليل وبالنهار، ما بيخلوا حدا يقرب يعني مدني او شيء. يعني انت عندك عسكريا انه عندك يعني ورديه مناوبه، انه كل ساعتين ثلاثه بيقعد على النقطه هاي في اربع خمس مسلحين بيناوبوا النقطه، اغلبيتهم قناصين، إنه ممنوع حدا يطلع براتي. ومع تقدم قوات سوريا الديمقراطية وتضييقها الخناق على داعش في مدينة الرقة، يخرج المدنيون المرغمون على البقاء في الأحياء المحتلة.
ويضطر بعضهم للعبور من حقل الألغام للوصول إلى ضفة النجاة. عشرات المدنيين تم تحريرهم من قبضة داعش على يد فرق خاصة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، فيما لا يزال الآلاف محتجزين داخل مركز المدينة ينتظرون فرصة للخروج. رونق شيخي لأخبار الآن من داخل مدينة الرقة. ذكرت وكالة رويترز ووسائل إعلام تركية وناشطون سوريون أن أول قافلة عسكرية تابعة للجيش التركي دخلت مناطق تابعة لمدينة إدلب برفقة مسلحين من جبهة النصرة مساء الخميس. وأشارت رويترز إلى أن القافلة التركية تضم نحو 30 مركبة عسكرية من بينها دبابات ومدرعات محملة على شاحنات دخلت إدلب من منطقة قريبة من بعبر باب الهوى. قتل 3 أطفال وجرحت امرأة نتيجة قصف لقوات النظام السوري على قرية في جنوب حلب شمال سوريا. وقال عضو المكتب الطبي لجنوب حلب إن 3 أطفال قتلوا وجرحت امرأة إثر قصف مدفعي لقوات النظام استهدف قرية كوسنيا. في نقطة المالحة القريبة من محور أبو فاس في جبهة دير الزور تجمع الآلاف من المدنيين الفارين من تنظيم داعش ليعبروا إلى المخيمات في مدينة الحسكة. وأثناء استراحتهم قام التنظيم باستهداف قوافلهم بسيارتين مفخختين لوقع العشرات من القتلى والجرحى معظمهم من النساء والأطفال. التفاصيل في التقرير التالي. العديد من الإصابات نقلت إلى المشفى الوطني في مدينة الحسكة بعد تفجير إرهابي بسيارات مفخخة أرسلها تنظيم داعش واستهدف تجمعا للنازحين. بجانب أحد الأسر تجلس أم محمد وعيناها تراقب فلذة كبدها الذي أصيب بقدمه اليسرى، وكانت هذه المرأة شاهدة على الحادثة المؤلمة. ما حسينا ودرينا إلا هالتفجير، أول مرة تفجير قوي حيل، شيء مرعب. أنا ابني بس مصاب رجله، بس كان قريب على التفجير، هو مو قريب بعيد عنه، بس يمكن أجدته شضية شيء على رجله ما عارف. في مكان آخر بالمشفى تحتضن آلاء ابنتها وآثار الشظايا والحروق تملأ وجهها، وفي ذاكرتها تراجع لحظة التفجير التي ارتفعت فيها عن الأرض لتجد نفسها بعد الغيبوبة هنا. وصلنا تقريبا لعند الحاجز ما بي يعني تقريبا 25 كيلو متر بعد نمشي لعنده، وما حسينا إلا شيء انفجر وإحنا بجنب السيارات اللي انفجروا، وطرنا وصلنا بالأرض. أنا بنتي كانت بحضني بس ابني ظل غادي بالصحراء ما عارفة إنه ذا الشيء. مصير كثير من المصابين لا يزال مجهولا، إذ لا تعرف ندى ماذا حل بزوجها وخمسة من أبنائها بعدما نجت بطفليها. الشيء انفجر علينا، طرنا. كان عندي بنيتين، الثانية ظلت عند ستها، يعني أنا نزلونا صارت ظلمة ما عاد نشوف، أدور على ولدي ما نشوف بعض، ما حد يشوف الثاني، ما نعرف هسا هن ظلوا بس سهرة ما نعرف. كنا نمشي تان عند الحاجز ما أدري عنهم، مش بنتين وولدين حسبي الله عليهم. وقضى جراء التفجير 16 شخصا، فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 60 مصابا، في حين يرجح أن يزداد عدد القتلى نظرا لخطورة بعض الحالات. رونق شيخي من المشفى الوطني مدينة الحسكة. 7 سنوات من الحرب في سوريا خلفت أعدادا كبيرة من المصابين والمعاقين، بات معظمهم في حاجة ماسة للعلاج، لكن ومع صعوبة العبور إلى دول الجوار لتلقي العلاج وقلة المراكز التي تعنى بهذا الأمر، أجبر كثير منهم على التماشي مع واقعهم والتغلب على الإعاقة بشتى الوسائل، الأمر الذي دفع الشاب أسعد مصطفى إلى تأسيس مركز للعلاج الفيزيائي في ريف إدلب. التفاصيل في التقرير التالي. أن تتحول إلى إنسان معاق وتبدع في إدارة حياتك وتنظيمها وتصر على البقاء ليس بالأمر السهل. الإعاقة ليست إعاقة الجسد، بل إعاقة العقل والروح.
عبارات يرددها أسعد ويتخذها شعارا للتغلب على الإصابة التي نتجت عن غارة جوية على قريته بريف حما أدت إلى فقدانه الإحساس بنصفه السفلي. هلا أنا بالحالة الطبيعية ما بحتاج لحدا يساعدني بهالأمور، يعني بضغط على حالي مرة اثنين ثلاثة لحتى أنه يكون عندي إصرار أنه أنا هاي الشغلة اللي ببيتي أنا لازم أشتغلها. لمثل الدهان فرجيتك المقطع، الدهان أنا دهنت بيتي، بالنسبة للبواب كمان أنا اشتغلتهم، بالنسبة للكهرباء هيك عدة أمور بالبيت أنا بشتغلها ما بحتاج أي حدا. استأنف أسعد حياته بعد الإصابة في خيمة على الشريط الحدودي مع تركيا، يعيش وزوجته حياة بسيطة ويذهب بسيارته التي قام بتعديلها لتتماشى مع وضعه الآن. يقودها كل صباح إلى المركز الذي أنشأه بجهود شخصية لعلاج المعاقين والمصابين جراء الحرب، ويشرف على بعض التمارين العصبية للمرضى. كانت الإصابة بالعمود الفقري، كسرت عندي فقرة وضغط على النخاع الشوكي أدى لشلل سفلي. عملت عملية تثبيت فقرات وكان الوضع يعني كتير صعب، يعني عانيت كتير بالبدايات، زرت كتير مراكز، يعني ما في أمل، ما في يعني كان الأمل كتير ضعيف. إصرار أسعد على متابعة حياته وكأن شيئا لم يكن دفع كثيرين ممن تعرضوا لإعاقة دائمة لارتياد هذا المركز والعلاج فيه بعدما كانوا قد فقدوا الأمل جراء الإعاقة. من ألم الإعاقة يولد التحدي والإصرار على تحقيق الإنجازات التي تعم بالفائدة على المجتمع بشكل عام وعلى الفرد بشكل خاص. عدي سطوف، أخبار الآن، ريف إدلب الشمالي. في العراق أمهلت السلطات العراقية عوائل تنظيم داعش 72 ساعة للخروج من مدينة هيت غرب بغداد على خلفية التفجيرات الأخيرة التي استهدفتها، وأكدت السلطات أن هذا القرار اتخذ ضمن قرارات عدة للحيلولة دون تكرار الخروقات الأمنية. أعلن مصدر عسكري عراقي أن الجيش العراقي أنزل أعلاما لإقليم كردستان كانت مرفوعة جنوب محافظة كركوك واستبدلها بالعلم العراقي. وأوضح المصدر في تصريح صحفي أن قوات للجيش العراقي دخلت المنطقة في إطار خطط لإعادة الانتشار في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات البشمركة خارج حدود إقليم كردستان. كما أفادت الأنباء عن وقوع اشتباكات عنيفة بين الحشد التركماني والبشمركة في طوز خرماتو جنوب كركوك. طرحت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان العراق 15 شروطا لحل المشاكل المالية والنفطية بين أربيل وبغداد، أبرزها تخصيص نسبة 17% من نفط العراق للإقليم. وقالت الوزارة في بيان لها نشر على صفحتها الرسمية على فيسبوك: هناك 5 شروط من أجل حل المشاكل المالية والنفطية بين بغداد وأربيل، والشرط الأول هو دفع الحكومة الاتحادية جميع رواتب الأقسام الخدمية لحكومة الإقليم والبشمركة والشرطة والأسايش والمتقاعدين، والبالغ شهريا 915 مليار دينار عراقي. فاصل قصير ونواصل نشرتنا، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه الإقرار بالتزام إيران بالاتفاق النووي، عدا أنه أحد أسوأ الاتفاقات في تاريخ الولايات المتحدة، ومؤكدا أن طهران لا تحترم روحيته. وأضاف ترامب أنه بإمكانه إلغاء الاتفاق في أي وقت، وأن الاتفاق وفر لإيران موارد كثيرة لتستخدمها في دعم الإرهاب، مؤكدا أن الاتفاق النووي سمح لإيران بالاستمرار في تطوير برنامجها النووي. كما أعلن ترامب عقوبات قاسية جديدة ضد الحرس الثوري الإيراني المتهم بدعم الإرهاب، وأكد أن إيران تغذي الحرب الطائفية في العراق وتساهم في عدم الاستقرار في اليمن وتدعم نظام بشار الأسد. وعقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق النووي، تعاقبت ردود الأفعال الدولية، وكانت المملكة العربية السعودية على رأس الدول، فنشرت في بيان أن الرياض ترحب بالاستراتيجية الجديدة للولايات المتحدة تجاه إيران، مشيرة إلى أن رفع العقوبات
سمح لإيران بتطوير برنامجها للصواريخ الباليستية وزاد من دعمها للجماعات الإرهابية. الإمارات من جانبها دعمت بشكل كامل الاستراتيجية الأمريكية الجديدة للتعامل مع سياسة إيران، مضيفة أن تصنيف الخزانة الأمريكية لقوات الحرس الثوري إشارة قوية تساهم في وضع حد للنشاطات الإيرانية الخطيرة ودعمها الرسمي للإرهاب. ورحبت الخارجية البحرينية بالاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران ودعمت المساعي التي تهدف إلى منع طهران من الحصول على أسلحة نووية. من جانبها انتقدت موسكو استراتيجية ترامب على لسان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف الذي قال إنه من المقلق للغاية أن يثير الرئيس الأمريكي تساؤلات سويت عند توقيع الاتفاق النووي. أما باريس وبرلين ولندن فقد أعلنت أنها لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي بعدما رفض ترامب الإقرار بالتزام طهران به، في حين قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني إن الولايات المتحدة لا يمكنها إلغاء الاتفاق النووي الموقع عام 2015. وصف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA مايك بومبيو إيران بأنها داعش آخر تحت حكم المرشد علي خامنئي وحرسه الثوري. كما لفت بومبيو إلى أنه خلال السنوات الأخيرة أصبح الحرس الثوري يقوم بتحركات استفزازية كثيرة ويسعى إلى توسيع نفوذه في الشرق الأوسط من خلال ملء الفراغ الموجود. تبدأ الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الأسبوع المقبل مناورات بحرية كبيرة حسب ما أعلنت البحرية الأمريكية. وكثفت الولايات المتحدة من تمارينها العسكرية مع كوريا الجنوبية واليابان بعد التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية. وفي وقت سابق هذا الأسبوع أرسلت الولايات المتحدة قذيفتين فوق أجواء شبه الجزيرة الكورية قامتا بأول مناورات ليلية مشتركة مع اليابان وكوريا الجنوبية. أكد رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر أنه لا يرغب باستقلال كاتالونيا عن إسبانيا خشية أن يدفع ذلك باتجاه تحركات انفصالية في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي. كما أعرب يونكر عن قلقه الشديد جراء تنامي النزعات الانفصالية في أنحاء أوروبا، مشيرا إلى أنه خطر تجنبه الاتحاد الأوروبي بصعوبة سنة 2014 عندما صوتت اسكتلندا ضد الاستقلال عن بريطانيا. فازت المرشحة الفرنسية أودري أزولاي برئاسة اليونسكو ب30 صوتا مقابل 28 للمرشح القطري حمد بن عبد العزيز الكواري. وسعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو إلى اختيار رئيس جديد لها ساعية لإعطاء المنصب لشخص يمكنه إعادة إنعاش موارد المنظمة المالية. وسيحتاج الفائز بالمنصب للعمل على استعادة دور المنظمة في حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي. هدد رئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي بطرد سفراء جميع دول الاتحاد الأوروبي من بلاده ردا على انتقادات طالت حملة حكومته ضد المخدرات. وهجم دوتيرتي أيضا مسؤولين أوروبيين هددوا باستبعاد الفلبين من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في حال استمرار الحملة الدامية لمكافحة المخدرات. ارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق التي تجتاح كاليفورنيا إلى 33 قتيلا كما اعتبر المئات في عداد المفقودين، فيما يثير اشتداد الرياح قلق رجال الإطفاء. واستخدمت فرق الإغاثة الكلاب المدربة لتحديد أماكن ضحايا أسوأ كارثة حريق في تاريخ الولاية، حيث دمرت مدن وقرى بأكملها. وقال مسؤول دائرة الحماية من الحرائق في كاليفورنيا كين بيملوت إن أكثر من 9000 من رجال الإطفاء كانوا يكافحون الجمعة لإخماد 17 حريقا كبيرا. نقلت سفينة إنقاذ مهاجرين في المتوسط إلى باليرمو في صقلية 604 مهاجرين من 15 دولة، بينهم 204 أطفال تم إنقاذهم في البحر خلال الساعات 36 الماضية.
والسفينة أكواريوس التي تشغلها منظمة SOS المتوسط الخيرية مع أطباء بلا حدود نفذت سلسلة عمليات إنقاذ الثلاثاء والأربعاء ونقلت المهاجرين المتحدرين من سوريا ومصر ومالي والسودان والمغرب والجزائر إلى صقلية. وقالت المنظمة في بيان إن عمليات الإنقاذ المتعددة التي قامت بها أكواريوس في الأيام الماضية في منطقة جغرافية واسعة جدا تظهر أن الأزمة الإنسانية مستمرة أو حتى تتفاقم في المتوسط. نددت ممثلة الأمم المتحدة الخاصة للأطفال فيرجينيا جامبا الجمعة أمام مجلس الأمن الدولي بتعرض أكثر من 500 مدرسة لهجمات في دول تشهد نزاعات في العالم في غضون 6 أشهر فقط. وكانت فيرجينيا أعلنت عند تقديمها التقرير السنوي للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاعات المسلحة قبل أسبوع أن الأطفال باتوا وقود النزاعات. فقراتنا متواصلة وتجدون فيها بعض الفاصل. العلماء يكتشفون بروتينا يمتلك تأثيرا مباشرا على تطور السمنة. أهلا بكم من جديد والآن إلى جولة الصحافة. نبدأ جولتنا من صحيفة الغد الأردنية التي عنونت التعلق الزائد بالعمل يعرض صحة الموظف للخطر. وجدت البحوث الجديدة أن الأشخاص الذين يحبون وظائفهم كثيرا معرضون لخطر تفوق زملائهم الأقل كفاءة عليهم، ويعود ذلك إلى كونهم يعملون بجد ولساعات طويلة بحيث يكون لديهم القليل من الوقت للاسترخاء. ووجد الباحثون أن المهن التي تتطلب العمل لساعات أطول تؤدي إلى قلة جودة النوم والقدرة على التركيز. صحيفة الرأي الكويتية عنونت إيطاليا تسجل حالات تفشي لفيروس إنفلونزا الطيور وتعدم مئات الآلاف. قال مسؤولون إن إيطاليا سجلت 5 حالات تفشي لفيروس إنفلونزا الطيور H5N8 شديد العدوى في مزارع بوسط وشمال البلاد منذ بداية أكتوبر الجاري، وإنه سيجري إعدام قرابة 880 ألفا من الدواجن. والتفشي الأكبر للفيروس الذي أدى إلى نفوق أو إعدام ملايين الطيور في غرب أوروبا في الشتاء الماضي. صحيفة النهار اللبنانية عنونت فيات كرايسلر تستدعي 470 ألف سيارة لوجود عيب في وسادة الرأس. لفتت فيات كرايسلر إلى أنها ستستدعي 470 ألف سيارة من أنحاء العالم من أجل استبدال مكون قد يعطل عمل وسادة الرأس الفعالة في السيارات في حالة وقوع حادث. وقالت الشركة الأمريكية الإيطالية إنها ليست على دراية بوقوع أي إصابات أو حوادث تتعلق بالاستدعاء. إلى صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنونت طبيب نفسي جلسات الكهرباء مفيدة في حالة التفكير بالانتحار. يتعرض بعض الأشخاص للإصابة بمرض الاكتئاب نتيجة لأسباب عديدة تجعله ينعزل عن العالم حتى يصل للتفكير في الانتحار. يتحدث الدكتور مينا جورج أخصائي الطب النفسي وعلاج الإدمان أن هناك أسباب عديدة في إقدام الشخص على الانتحار، وهي أن يكون الشخص المكتئب يعاني من اضطراب في الشخصية يتطلب إيداعه بالمستشفى والخضوع لجلسات كهرباء التي تعطي نتائج إيجابية سريعة. وأخيرا مع صحيفة الوطن التي عنونت التشابه يعرقل نظام التعرف على الوجوه بالصين. تعمل بكين على تطبيق نظام حديث للتعرف على الوجوه في العموم، وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست أن وزارة الأمن العام الصينية أطلقت المشروع عام 2015، ويقارن النظام الجديد بين الصور التي يتم التقاطها عبر الكاميرات مع الصور الشخصية على الهويات
وتوفير خدمة التعرف على الوجوه بشكل عالي الدقة، إلى أن وجود عدد كبير من المواطنين المتشابهين في بلد يتجاوز عدده سكانه 1.3 مليار نسمة يصعب مهمة المشروع. اكتشف العلماء في مركز كارل الثالث الإسباني لدراسة أمراض القلب والأوعية الدموية بروتيناً يمتلك تأثيراً مباشراً على تطور السمنة. وقام الخبراء في المركز بتحليل عينات من الأنسجة الحية لدى المرضى الذين يعانون من الوزن الزائد، فاتضح لهم أن تلك العينات تحتوي على كميات غير عادية من بروتين كيناز 6MKK، ويمنع هذا التركيب الكيميائي الخلايا من تحويل الدهون البيضاء إلى الدهون البنية تحترق بدورها لإنتاج الطاقة والحفاظ على درجة الحرارة الطبيعية في جسم الإنسان. وجدت دراسة طبية جديدة أن لدى المرضى الذين يتعالجون عند أطباء الجراحة الإناث معدلات وفيات أقل مقارنة بالجراحين الذكور. وقال الباحثون إن النساء أكثر مهارة من الرجال في الجراحة، وكذلك أفضل في اتباع المبادئ التوجيهية، كما تعد الطبيبة متفوقة في التواصل مع الموظفين الآخرين. وتوصل الباحثون إلى أن المرضى الخاضعين لإشراف الطبيبات يقل احتمال الوفاة لديهم بنسبة 12%. أعلنت شركة جوجل نيتها التخلي عن مصادر الطاقة التقليدية في توليد الكهرباء لمركزها الرئيسي في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام الجاري. وتعليقا على هذه المعلومات، قال موقع إنفرس من المفترض حتى نهاية 2017 أن تتخلى جوجل عن مصادر الطاقة الكهربائية التقليدية في تغذية مراكز البيانات ومكاتب الشركة في مقرها الأساسي بالولايات المتحدة، وأن تستبدلها بمصادر تعتمد على الألواح الشمسية. قبل أن نودعكم إليكم تذكير بأبرز العناوين. أنباء عن خروج مسلحي تنظيم داعش من مدينة الرقة واستسلامهم لقوات سوريا الديمقراطية. ترامب يعلن عقوبات قاسية ضد الحرس الثوري الإيراني، وروحاني يؤكد التزام بلاده بالاتفاق. أكثر من 500 مدرسة تعرضت لهجمات في العالم في الأشهر الست الأخيرة. وصلنا إلى الختام. للمزيد يمكنكم دائما مشاهدينا متابعتنا على موقعنا الإلكتروني، كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا مشاهدة بثنا المباشر في الموقع ذاته. نلقاكم بعد أقل من نصف ساعة في موجز للأخبار. شكرا للمتابعة.